الصبايا هذا أبداً. شو رأيكم قوم نصلي بعدين نخلص؟ בשני משתנים חילקנו شباب ارجعوا في صبايا جوا بس خلاص ان شاء الله بنفوت. بعدين ما هشتغلك اليوم نفس الموال. المشكلة يعني بيطولوا جوا، لو بيطولوش واحد بيستنى دقيقة دقيقتين، أما بصير الواحد يفوت وتطلع، يفوت ويطلع، ما لحقش. إذا رمضان بعده ما جاش، شو تراويح؟ ما ينفعش هيك، خش أي محاضرة، شو نعمل؟ لازم نلاقي حل للشغلة. عن جد؟ المصلى فاضي، تيجي نصلي؟ يلا. בשני משתנים חילקנו ל... Thank you.